الله، السلام عليكم شباب. شباب طبعا عندنا هاي الوجبة المخاليف جاي نرجهن هو هاطل. هذا البلبل مالتي طور تغريدة صحيح ما بي اي خطأ طير عدل. شباب نصيحة، اي شخص يريد يخرج بلبل تخريج صحيح، اول شيء يجيبه هيك عمر مخلف بعد املح ما صابه ويخرجه شباب على بلبل اليف، على بلبل العفو طور، لا يخرج على الاليف. الاليف مهما يكون صوته حلو وهاي لابد يبوك صافورة او بي خطأ، الطور ما بي اي خطأ. شباب هذا الطير العدي ناس جاي تجي الصورة حتى تبيع بلابلهم بي، يقولون مخرجات عليها على هذا الطير. هو الطير مالتي طير يعني فتشي تغريدة كلش صحيح، والحمد لله خليت هالمخاليف جواه وان شاء الله اخرجهن، وان شاء الله هم لو يطلع لي بس واحد عليه مثل تغريدة هم انا ربحان ان شاء الله. وشباب التخريج هاي طبعا هاي هيك هسه بس شوية شمسهن وهاي وطببهن، التخريج يكون بغرفة ما بيها اي صوت، فانا ذني الطيور جاي اخرجهن بغرفة ما بيها اي صوت، غرفة داخل البيت مسدودة ما بيها اي صوت، بحيث حتى الباب اخلي له هاي العازل السفنجات اذا شايفين التلزق على الباب حتى ما يطلع صوت. ذني المخاليف الملح جوا هذا الطير، وان شاء الله بالموسم نشوفكم فتشي حلو ان شاء الله.